اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. نهايه لقاء النادي الاهلي مع نادي كانو سبورت من غينيا الاستوائيه او بطل غينيا الاستوائيه بفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل رباعيه مقابل لا شيء. انتهت هذه المباراه زي ما حضراتكم شفتوا، ولا اروع ولا اجمل، اداء رائع جدا، تغييرات جميله جدا، اداء النادي الاهلي النهارده بغض النظر عن مستوى الفريق المنافس، ولكن اداء النادي الاهلي النهارده حاجه تفرح وحاجه تشرح القلب كده. الف مبروك يا كابتن.